يا دراري كما كتشوفوا معكم ارى على فيديو جديد. هذا فيديو ثاني ديال هذا النهار الدراري ما علينا. قبل ما نبدا هذا الفيديو انا كنت غنبعد على هذا الموضوع ديال الجزائريين وغتخربق هذا، ولكن ملي شفت واحد الفيديو انتم غتشوفوه دابا غتحكموا بعينكم وغتقولوا لي شنو ردة الفعل ديالكم مع عباد الله. واش ما غتجيكمش النفس على بلادكم ولا شي حاجه وكاخذكم في بلاصتي ما غاديش تعدلوا يوتيوب؟ انا ملي كنشوف هادشي هذا كنوض خصني نوصل هاد الصوره ديال المغرب، فهمتي؟ باش حتى كان شي واحد ما شافهاش وباقي عنده داك النظره مزيانه على الجزائريين، هادي ماشي فتنه ولكن هذا واقع راه ما يمكنش. يعني نظره مزيانه على الجزائريين ولا شي حاجه وباقي كيقول لا لا، شوفوا شنو وقع مؤخرا غير البارح، شوفوا شنو وقع الدراري. انا نطلع لكم فيديو غتحكموا بعينكم تشوفوا البلان. اخوان بغيتكم تشوفوا معايا واحد الفيديو لواحد المغربي في الجزائر شنو وقع ليه بعد نقصاء المغرب. دابا هذا تصرف الاخوان، دابا هذا تصرف. واش عمر شي جزائري جا المغرب ودرنا معاه هذا التصرف؟ سواء كان جا باش يخدم ولا باش ولا للسياحه ولا باش يتفرج في شي فريق ديالو في المغرب، انا ما عمرني شفت انا هذا التصرف ديال المغاربه مع شي جزائري، لا في اوروبا لا في المغرب لا حتى في شي بلاصه اخرى. دابا المهم اش غنقول، المهم الاغلبيه راه شفت التعليق ديال المغاربه في سميتو على هذا الفيديو. المغاربه كيقولوا غنتلاقاو في 2025، غنتلاقاو في كاس افريقيا 2025 غادي يتقابل المغرب. 11 شهر اللي بقات لكاس افريقيا نتوما كتشعلوا في المغاربه، نهار تجيبوا المغرب ما عرفتش اش غيبقى عليكم. الله اعلم، انا ماشي كندعو للفتنه ولا شي حاجه، ولكن هاد التصرفات اللي كيديروا الاخوان الجزائريين ماشي تصرفات ديال الرجال اولا الناس اللي بعقلهم. الشحن في الاعلام والشحن في مواقع التواصل الاجتماعي، السب والشتم وخروج للاحتفال بالاقصاء المنتخب من حقه. دابا انتما غتشوفوا الاخوان قال لكم ما كينصروا الفلسطينيين، يمكن مره واحده خرجوا المظاهرات من اجل فلسطين. النهار خسرت المغرب، شوف اش داروا، شوف اش داروا في فرنسا، شوف اش داروا في الجزائر، فرحانين يعني بحال تقول. انا كنعذرهم صراحه حتى من 2019 ما عمرهم فرحوا، ما عمرهم خرجوا للشارع، وهذه مناسبه باش يخرجوا داك الكبت ديالهم داك الحقد ديالهم، على الاقل يفرحوا شي شويه. انا ما بغيناش ليهم غير الخير، ولكن هذا التصرف اللي داروا مع هذا السيد لا يموت بالاخوه بشي حاجه. كما شفتوا الفيديو الدراري راه ما يمكنش نبقاو ساكتين على شي حاجه بحال هيدا ونتجاهلوهم بحال ما كاين والو، ونقولوا داك البلان دهانيه ما وقع والو حنا خاو. ما يمكنش، راه ما يمكنش. انا بيدي في الاول ديال الكاف راه كنت كان يعني خصني الجزائر تغلب خصني نطيحو معاها، المهم كنا ناشطين عند بالي حنا واخدين داك الشيء بالضحك، ولكن ملي تطورت المساله تحرقوا التيشيرت ولا شي بلان راه ما بقاني ضحكني والو باش نكونوا واضحين. وعاد الفيديو الثاني شنو كنشوفوا كيف داك خونا راه مغربي، يعني شوف كيف شو هو كيف داروا عليه كاملين. صراحة هنا كيف غيكون الحالة ديالو زعما فهمتي، تشوى داك تشوى ملي غيمشي يجلس مع راسو كيف غيكون، هادي هي الحالة الأولى. كنشوف شي جزائريين أودي ما خصنيش نسب، ما خصنيش نطيح الهضرة أصلا، أنا باش نطيح الهضرة على الجزائري ولا شي حاجة غنساو، ولكن أنا كنكريتيكي وما كاين لي خوا خوا نتلعب، ولكن باش نطيح الهضرة نساو. ما علينا، اللي كطيح الهضرة خليهم هما حيت فهمتي راكم عارفين الدراري الناس كيف مربيين وداكشي عليها، تطيح الهضرة غادي يلومهم. أما غتجيو للمغرب راه غتشوفوا وجه اخر، ما غتشوفوش هاد الوجه هذا اللي كيكون مثلا في الكاميرا ولا مورا الكام ولا شي بلان، شي حاجه اخرى كتشوفوا الهربه. غير على هادشي هذا اللي شفنا وقع، راه شحال من مغربي فريمون شاف هاد الفيديو وفريمون وقع حق حالف. علاش؟ حيت هذا ماشي بلان، راه داك خونا راه خونا اصلا راه مغربي، فهمتوا بلان؟ يعني نفس الدوله وشو كيف داروا له، ميمكنش ماشي هايده. المهم الدراري انا هادشي هذا فريمون كيعصبني فهمتي، بلا ما يدخل عليا شي كارغولي يقول لي شي حاجه ولا شي روينات، مره راه غنخسر فريمون فهمتي. لا شوف انا لا زدت عملت شي فيديو على هاد الناس هادو راه صافي غنخسر ديال بصح، لحقاش ما بقاش ديك الطاقه اللي غتهضر فيها بحصارهم ما تسبش ما طيحش هضره.
كنحاول نتمالك راسي، وقسما بالله ما كنتش مثلا غندير هذا الفيديو هذا، يعني كنت غنتجنب هذا الموضوع هذا. ماشي الكونسيبت ديالي نكمل 3 فيديوهات في النهار، الكونسيبت ديالي الضحك النشاط الرياكشن على التراكاج، ولكن ما يمكنش تهضر ما تهضرش على هادشي هذا دوزو الكرام مستحيل. باش ما نتعطل عليكم الدراري، نبداو الفيديو ونشوفوا الناس اللي تبصح المغاربه كيف خلاو الصوره ديال المغرب في الكوت ديفوار. هذه هي اهم حاجه، والكراغيلا خصهم يستافدوا من هذا الشيء هذا طبعا، يشوف فرق ما بيننا وبينهم. ابريا غا المنتخب الجزائر مليطار كيف تعاملوا معاهم، المنتخب ديالنا مليطار كيف تعاملنا معاه، راه هذه كافيه تبين لك الفرق ديال التربيه وشحال من حاجه. باش نكون واضحين، باش ما نتعطل عليكم ونقول لكم مره ثالثه نبداو. في العب قلبي قبي الله مع الدخله في العب قلبي الله الزبر خلوني الزبر كان بالليل وصمكتيني الدعوه الله صمكتيني نبطو شويه الصوت راه ما يمكنش برد عقلي بي اخوان راه تلفنا على خليه هو يبرد عقلي بوتري خليه طار راه ولينا في البحر صابر تلف عندك كلب لا 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 كلب لا لا ماشي كلب هذا ولا صاحبي ما بقاش تخلع فينا صابر مع صابر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكثر 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 اسطوريه ندمت عليا ديك اللي زعما عملت في البحر قبيله في الماء والمدخل مع التليفون بها اسمح لي ولكن كتعرف البركان البركان في المعطر طاق ماشي عمتي اني اني الزوبر اني طحان جلس والطاكسي اللي مابقاش خدام وكنت كنبغي نشارجي كطلع لي هذيك ديال الحمراء عرفتي ديال ومالك على حلتك عين في الليل مالك انت مالك على حلتك عين في الليل مالك على حل حول ولا قوة الا بالله الله يفهم ديال الليكيد اللي ميت ناري عالم والله الا ولينا غاديين تالفين في بلاد الناس بصنادلنا كل ليله في دار كل ليله في بلاد ناري مع بقاو في الكوتيوار قالوا غيبقاو حتى يسالي الكاف عفوا ترى ما يمكنش هاي تربجوا شامسي هاي دوروا ديك كوتيوار كامله الناس حنا عندنا مفركين حنا مغاربه مفركين فاهم كنمشيو لشي بلاصه كنخليوها نقيه اهم حاجه نقيه ولكن فهمتي كنستمتع بحال هاد البلانات ترى انتم كتشوفوا راه داروا كلشي كل ليله في المدينه ايوا هذا حال الجواله طشنا والله الا طشنا بالله حال الجواله انا عييت انا بغيت نستقر يا ربي يا ربي لك ياك بعدا ما حارقينش السلام صافا ياك ما حارقينش شو ما بقيتش ما شو جاكوب جاكوب انا جاكوب امين بون سونتي او روفوار فرونسي انا ما كدبش عليك انا قلت نمشي للكوت ديفوار اه ما عرفتش واش غنهضر بالروس ولا لونغلي يعني غندوز فهمتي غدوز صح لونغلي كدوز انا عارف وغنعرف نهضر ونعرف نخرج راس ولكن فرونسي ما كنقشبلش ما كان اوغوفوا عشان اجي نقول اوغوفوا نجي نزبلا ونقول شي روينا اخرى اللهم ما خصني نبقى ساكت خصني نقول له مايدا الاشارات بوناني بونوي بون دودو سرت نعسو سرت نعسو او ضرب حرف الليل سرت نعسو حنا 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 راه طايشين نقوم تبعنا في الطريق هذه ديال نبداو شي موضوع بعد ما وصلنا صاحبي انت راه مشيتي طولتي عييت صاحبي والله حتى عييتي وراك كيقولوا اش كيقول سمع اون فامورير شاف ما عرفتش كيدير شاف وفي البحر اون فامورير ميرسي فخاك وقول لي كيدير شي شي كيدير شي شي فهاد الليل واش شي واحد اجبد العوني لا اون فامورير انا ما كنهضرش بالفرنسي عالم ¿Quieres 720 euros? En BBVA te devolvemos hasta 720 euros el primer año. الحمد لله دانا الله خير من بقاو ضايعين في الادغال يلاه وصلنا حنا كنديروا التورناج هادشي غيبان في ان شاء الله غدا اليوم غدا بعد غدا ديما كي كان كل نهار تقريبا ها هو البحر كنساليو ان شاء الله عاد نمشيو هنا من اللي جيت ما عرفت كنضرب غير الطريق والتورناجات والحياه هكا اللهم عجل عليك اه نتوما الدراري واخا مغربين فهمتي اجواء ديال المغرب ما كاينش الماكله تماك ما كاين الغد جداد نعام سيدي محمر وطحال ليا مع راسك بصحتكم عاش تمي عاش تبعش فاش كنشبعوا كنولوا ها كنخربقوا ها هو العوني بغى يدير قلب في تصبحون على خير الحب يعني عاد كتسمع كتقول الراس غني دابا وبلاش كيفاش بقى الزيتون علاش؟ حيت فيه العظم حيت فيه تمال الله عالم خاطبين طاربين راغبين واكلين شاربين ناعسين فابرين كاين اللي يتكال وعجبتكم التنافه وجيتوا ولا ضرب والله خفن جربان في الكوت ديفوار
ولكن مفاجاه تفاجئوا الدراري. ها انتم هي المفاجاه. الله يخلف على حب الزربان. كيفما كيصحابكم لي زومبان سهله؟ مازال مازال ما تقول ليش يطيح سي اومبا ليسانس دابا تسال عليا. الله اكبر. لقيت شي ستاسيون في الطريق ونسيت ها هو ليسانس. غادي نديرو دابا نكملو طريقنا ان شاء الله نشوفو شي واحد يعاوننا. او فخيغ امينيت سي فوبلي امينيت فهمت خرجها كيما بغا كيما بغات تخرج المهم تخرج امينيت فهمت. هذا هو الصديق ديالي اللي وقف معايا الصديق ديالي اللي وقف معايا ميرسي بوكو ريست افيك موي مو جو تي كادو انا ما ذنبي سا سي بور تون لي زونفون سا 10 ans سا 14 طيب ميرسي بوكو سي لو مايو دو ماروك اوكي ميرسي ان سوفينير واش الدراري راه خطرنا انتينا لي سوفينير كيبقاو تما يا ربي راه فرونس يا ربي كيبقاو تماك فهمت. المهم بغيت نخلي واحد الصوره ناضيه دابا غادي نمشي للدار المغاربه خلاو له داك السوفينير هذاك فهمت. فرونسي فرونسا ميرسي بوكو ها هما شي عدي اخرين جايين تا هما يقول لك بينا مايو وما معايا غو قال ايسي غو قال حتى جي زوين انا بون طون فيز انا بون غادي نعطي غادي دابا بحال هذا غادي نعطي هذيك الشكاره نعطيه الشكر الله تنعطيه. شوف ما عندي ما ندير دابا بداك الشيء صافي سير على الكونسيبت صافي كنا بينا نفرقوهم في ندور اخرين ولكن اللهم في هادو اجوت دو ان كارطابل بور تون فيس اي لو بابا دو سيت فيس سي صافي كوا ميسي كومون تي تابيل يما باي جابي جيرمي جابي جيرمي تون فيس اي تابيل جابي موي كتعرف تكون استاذ بوتيوار كتعرف تكون استاذ كوتيوار باش تحفظ غير الاسماء باش تحفظ غير السميه القسم كامل راه خصك واقيلا عامين ما تجي تحفظ السميه القسم الاول غتكون قريتي شي ثلاثه الاقسام يعني واش فهمتي غتفرق غير السميه بقا تغير القرعه ناري قوده صرا مدوخه بوحدها حشش بالماء بوكوسا مانيفيك ويزو ها يا الشكارة اللي عطاها الدري الصغير ها هي هاو تشوف وقعد ما بخير ها مانتونو فالي عليكول الفالي عليكول مانتونو الفالي عليكول ها هاكا وقعد بوكري غادي نعطي واحد الكادو تاع هو ما خونا حلف ما يرجع في حالو تعطي كادو الكوتيفوار كامل برافو هاي داك هيدا قصات برافو تؤيد شوف سا سي فور جو تدون المايو وي 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 عايزي سا سي بون سي بون ماروكو صون دي ماروكان مانتونو صون دي ماروكان يا Maintenant, mon frère va aller à l'école. Voilà, j'ai vu Moïse. J'ai vu Moïse. الطوره هذيك تبقى ناضيه بالروج ولا شمسي مثلا هاد الناس هادو يخليو الفاميليا هادي نفرضوا يخلي عندهم الطوره تاع العالمي هادي بارك ربح اصلا حنا ربحنا داك الكا صافي بون فين هاد المعامله ديال البيبليك مع بيبليك وما خصهمش هما خرجوا صافي الكان ديالنا هاد العام فهمتي غير ما كتحسبش مع النجمات وصافي ميرسي بوكو ميرسي بوكو
TikTok. Toujours TikTok. Je prends tes vidéos toujours sur TikTok. Et vraiment, c'est le temps, c'est fini. C'est vraiment très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a beaucoup aimé. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. المهم الاخوة انا براف ابيضو اليوم دار صعيب صراحة عرفتي معاه فقت معاه فقت لقيت ديك البلوت في الشات حسيت بلي هاد النهار غادي يدوز صعيب وداكشي اللي طرا قادينا ديك البنو مشيت بين قطع لاسيون حيت ثلاث ايام مبغاوش في الاول بديت كنتسنى وكنقلب لقيت واحد لاجونس قطع لاسيون مع خرجت تقريبا 20 كيلومتر مشى ليا داك الدالكو من بعد عاود الثاني مشيت وقعت لي 150 كيلومتر تسمى الدراري الا معانت لي كيسحب له هادشي ساهل غنمشي وجمع لاباليز ومشي راه مقوده وحق الرب ها حنا عا خاصنا نهضروا ربي سميتو الدينامو الباتري ما كيتشارجاش مشيت عاود ثاني نقول لك علاش ما تمشيش يعني انا راسك ولكن ما يشعيش هادشي اللي عجبني المهم الدراري كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو بغيت نعطيكم غير واحد النظره على الدراري زعما اللي بقاو في كوتي وار وداكشي فهمتي نوصلكم على الاخبار عبر اهم حاجه هو الاول ديال الفيديو راكم عارفين باقي غندير واحد الفيديو الثالث غيكون مهم شويه ماشي على هاد البلان يكون ضحك كل شي بلان فهمتي المهم ثلاثه الفيديو حدي في النهار ضروري خصني نطبق هادشي اللي عملت ملي كنقول الهضره الهضره ما كاين ما ولكن يعني ثلاثه الفيديو في النهار ثلاثه الفيديو غيتحطوا ما كاينش الوقت لمده 3 شهور هذا كون شوف انا مرتاح انا مرتاح في هذا البلان هذا يعني كندير فيديوز وانا مرتاح ماشي كنحس عليا شي ضغط ولا شي حاجه داكشي داغيا مونتاج رجعت كن يعني داغيا فيت في صفقولي على الفرنسي صفقولي على الفرنسي ما علينا حاجه اخرى صافي شنو باقي اش كتسنى ما ادري كيما كتشوفوا كان هذا هو الاخر الفيديو الا عجبكم هذا الفيديو تمنى تابوناو وديروا جيم يلا بيس Just the two of us. We can make it through.